أكوار فايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري. أدلة قصصية، آلام أسفل الظهر، آلام المفاصل، الروماتيزم وأمراض العظام إلى آخره. امرأة عربية تقدم تجربتها مع العلاج بالماء الساخن لآلام أسفل الظهر. شكرا جزيلا على هذه الجهود المبذولة من طرفكم، وإن دلت على شيء فإنما تدل على صدق ما تقدمونه. وأريد أن أضيف، الآن عدت من عند الطبيبة حيث قمت قبل 4 أيام بحركة خاطئة أدت إلى ألم شديد أسفل الظهر، وكنت قبل أكثر من سنة من الآن مصابة بنفس الألم جراء حركة خاطئة، حيث دام الألم الشديد جدا أكثر من 12 يوما، بالكاد أستطيع الوقوف. إلى أن تناولت العلاج كنت حينها لم أسمع عن الماء الساخن، والغريب أن نفس الألم عاودني جراء حركة خاطئة كما سبق وذكرت، لكن شدته تتناقص يوما بعد يوم، لأن السبب ببساطة يكمن في الماء الساخن. وهذا ما أكدته لي الطبيبة، حيث تعجبت لدخولي وصعودي لسرير الفحص بمفردي، وقالت لي أنه في العادة عندما يعاود الألم للمرة الثانية يكون أشد منه في المرة الأولى، كون الإصابة موجودة مسبقا، لكنها وجدت العكس. ففي المرة الأولى جئت في حالة يرثى لها ولا أستطيع حتى الوقوف، أما اليوم فقط ألم في الورك الأيسر والضغط أسفل الظهر. فلما حكيت لها عن البرنامج الرائع للماء الساخن وأنني أداوم عليه منذ شهر رمضان الفارط، وكيف أنني تخلصت من مشاكل كثيرة تتمثل في الإمساك والالتهاب الجيوب الأنفية، وخير دليل ما أنا عليه أمامها، فأقرت لي بفاعلية البرنامج وأن الماء الساخن هو السبب في جعل الألم أقل حدة من سابقة. فالحمد لله من قبل ومن بعد، والشكر موصول للسيد الدكتور جزاه الله عنا خير الجزاء. حقيقة منذ بدأ الدكتور بوضع فيديوهات لتجارب الآخرين وجدت فيها من الأنس والإطمئنينة الشيء الكبير، وهذا ما شجعني لأكتب، ولدي المزيد من تجارب الأهل سأزودكم بها بحول الله. سيدة أمريكية مرتاحة من عضلات الكاحل متوترة، أنا فقط شاهدت ظاهرة كبيرة أخرى مع الماء الساخن. حسنا، لقد عانيت من عضلة كاحلية متوترة وحدث الألم من زيارتي إلى طبيب تقويم العمود الفقري أمس. عادة يتطلب هذا بوضع مكعبات ثلجية في مكان الإصابة، لكن بدلا من ذلك استخدمت المياه الأكثر سخونة التي يمكن أن يتحملها قدمي مع قطرات إضافية من الماء، وبعد أن جف قدمي باستخدام قاعدة زيت جوز الهند قطرات الأكسجين بالمعادن، والله اختفى الألم نهائيا في اليوم التالي. يبدو الأمر كما لو أنني لم أصاب بأي شيء. من ملاحظتي فإن الهيدروجين من الماء الساخن قد قام بالقضاء على الالتهاب، تليه المادة من مكملات الغذائية سلفون التي أضافت بعض التعويضات في لمح البصر. أليس الله رحيم؟ أو أنا أحب ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك،
تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.